قبل قليل قلت لي المباراة المهمة تظهر معدن اللاعبين الجيدين. أكيد طبعا. من الملاحظ لأغلب المحللين الفنيين أنه في بعض المباريات اللي الزوراء يحتاج بها حسن عبد الكريم قوقية لا يظهر بمستواه المعروض. وين المشكلة؟ أنا أقول لك المشكلة يا كابتن. المشكلة الجهة اليمين من الزوراء والجهة اليسار. الجهة اليمين دائما ما تعمل. ماكو هناك نجم بالجهة اليسار حتى تكون هناك كفة توازن بين الفريق. الفرق تلعب هسه انا مدرب منافس الفريق الزهراء وعندي مباراه ضد فريق الزهراء، انا اعرف نقاط القوه وين؟ نقاط القوه تنتقل يا اما من قلوب الدفاع ولاعبين الارتكاز الى حسن عبد الكريم، هذا هو اسلوب لعبهم. لذلك دائما تشاهد حسن عبد الكريم اليوم، شاهدنا حتى الجناح اللي هو ناصر محمد اللي هو لاعب محمدو او لاعب المنتخب الاردني اللي هو على اليسار كان ملاصق ابو حشيش، هذول كانوا وغلقوا اليوم المساحات على حسن عبد الكريم، لذلك الخطه معروفه والاسلوب معروف، الاسلوب واحد. فلو كان هناك لاعب جناح يسار بالزوراء راح تكون هناك كفه توازن. منتظر عبد الامير ايضا لاعب. لا هناك كفر، منتظر عبد الامير لاعب جيد لكن ليس بمواصفات حسن عبد الكريم، حسن عبد الكريم لاعب من طراز لاعب المنتخب. هناك ليفلات من اللاعبين. حلول فرديه عنده، لاعب هداف، صانع اهداف. خطر امام الهدف يظهر لك دائما لما يلاحظ الفراغات وحتى بالمساحات الضيقه، يعني حلول فرديه عنده جدا عاليه. منتظر لاعب جيد ايضا لكن انا افضل حسن عبد الكريم يكون صراحه يعني قدم اداء. يعني المباراه الشوط الاول كان اخطر لاعب بالزهراء هو حسن عبد الكريم صراحه، يعني شفته يعني الدخول للمرمى اكثر من مره والتسديد، يعني هاي ما يعاني منه الزهراء انه التسديد من خارج منطقه الجزاء، يعني اكثر من مره وصل للجزاء حاول، ممكن الشوط الثاني قل مردوده البدني، ممكن عزيل الامور الادوار اللي قام بها والتناوب من الفريق الخصم انه تناوب بالدفاع، انه مثل ما تفضل الكابتن الناصر والمسانده الدفاعيه الدائمه بهذا المركز ممكن حجم بالشوط الثاني نوعا ما، لكن الشوط الاول كان متحرر، مفاتيح اللعب مباراه كانت مفتوحه، لكن مثل ما تفضل انه الحل لازم يجي من اكثر من لاعب صراحه، يعني ما يرتكز الحل في حسن زين يعني خلي اسالك عن